بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير هذه الآية المباركة في سورة النساء، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي الكلام الذي يكون بين الناس، وأكثره ليس فيه خير. أكثر الكلام الذي يدور بين الناس ليس فيه خير، إلا ما استثناه الله عز وجل من هذه الأمور، إلا من أمر بصدقة، حث على الصدقة والإحسان ورغب في ذلك، هذا فيه خير. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، إلا من أمر بصدقة أو أمر بمعروف، والمعروف ضد المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أصول هذا الدين، وهو قوام هذا الدين. أو أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، هي المتنازعين والمتلاحين والمختلفين يصلح بينهم، والصلح خير كما قال الله جل وعلا. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح بين المتنازعين والمتشاقين فيه خير عظيم، وفيه إزالة للتباغض والتشاحن، وهذا شأن أهل الخير، يسعون بالصلح. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، أي شيئا من هذه الأمور، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعده الله جل وعلا أنه سيؤتيه على هذا أجرا عظيما، لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتكفل سبحانه وتعالى بأجر من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. هذه الأسئلة وصلت قبل بداية برنامجنا، ونذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة قريبا، لمن أراد الاتصال بالشيخ أو الاستفسار من الشيخ صالح. التشاؤم من صفر، كثير من الناس فضيلة الشيخ يتشاؤمون من هذا الشهر، ما الحكم الشرعي في نظركم وما العلاج؟ مأجورين.
التشاؤم منهي عنه لأنه من الطيرة، والطيرة شرك كما في الحديث. وشهر صفر كسائر الشهور، شهور السنة، هو وقت لأعمال الناس ومصالحهم لا ينسب إليه شيء ولا يسب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، فقال لا تسب. يقال في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. شهر صفر وغيره إنما هو وقت جعله الله لأعمال بني آدم، ليس فيه خير ولا شر إلا ما عمل فيه من خير أو شر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حفظ هذا الوقت في مصلحته في طاعة الله فهذا ينجو من الخسار، ومن ضيعه فقد خسر. فهذا مما يحث الإنسان على أن ينظر في كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واللسان خطير، إذا أطلقه الإنسان في الغيبة، في النميمة، في السب والشتم وغير ذلك، فإنه خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. فهذه الآية فيها الحث على إصلاح القول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، أحسن الله إليكم. مرة ثانية نذكر بتليفون البرنامج، نحن الآن باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء طيب مع الشيخ صالح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر الله للعبد في الآية اذكروني أذكركم، كيف يكون ذكر الله للعبد؟ يثني عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله جل وعلا يذكر من ذكره بعبادته، لأن ذكر الله يكون بالثناء على الله وبالتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، ويكون أيضا بسائر الطاعات من صلاة وصيام وغير ذلك من العبادات. فهي ذكر لله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله ذكره الله، لأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. نبدأ بالاتصالات وناخذ المتصل مشعل من الرياض. تفضل مشعل، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ صالح الله يعطيك العافية، فيها شركة معادن، عندي سؤالين. شركة معادن فتحت الاكتشاف، هل يجوز ولا ما يجوز الاكتشاف فيها؟ هذا السؤال الأول. والله يا أخي ما أعرف نظامها، ما أعرف نظامها. إذا كان فيه شيء محذور فلا تكتتب فيها، أما إذا كان نظامها نقيا وليس فيه شيء محذور فاكتتب فيها. السؤال الثاني. نعم، اسأل عن نظامها. الله يبارك فيك، هل يجوز لمس القرآن من دون وضوء؟ نعم، أعد السؤال. نعم، لمس القرآن بدون وضوء يا شيخ يقول؟ لمس القرآن بدون وضوء لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن
إلا طاهر، فلا يمس كتابة القرآن ولا يمس ما يتصل بالقرآن من جلده وكل ما يتصل به، إلا من وراء حائل، إلا من وراء حائل إذا جعل على يده شيئا ومس القرآن من ورائه أو بواسطة قلم أو مسطرة فلا بأس بذلك، إنما مس القرآن مباشرة هذا لا يجوز لنص الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، عندي أجزاء من كتاب المغني، ما رأي الشيخ في قراءة هذا الكتاب؟ الكتاب هذا موسوعة فقهية، يقرأ فيه من عنده علم وعنده فقه يريد الاطلاع والتزود، أما المبتدي في طلب العلم هذا يقرأ في المختصرات وشروحها ويقرأها على أهل العلم ليستفيد منها ويعرف معانيها. نعم. أبو ياسر من جدة، تفضل أبو ياسر. أبو ياسر قصر التلفزيون شوي، لأن في تردد بيننا وبينك الله يعافيك. قصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. قصر التلفزيون شوي. مساكم الله بالخير. قصر التلفزيون. الله يحييك أبو ياسر، تفضل اسأل الشيخ. عندي من عيال جاء أشقال، ومن 3 شهور إلى شهرين. نبغى طال عمرك هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ وش أعد السؤال؟ أنا زوجتي أم العيال إيه؟ أسقطت في شهرين أو 3، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ طيب شكرا. لا يا أخي، السقط دون 4 أشهر ما في شيء، ولكن إذا كان ينزل عليها دم والسقط له 80 يوم فأكثر أو 81 يوم فأكثر، فإن الدم هذا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة والصيام حتى تطهر. نعم. نذكر السادة المشاهدين أن يكون الاتصال بعيدا عن جهاز التلفزيون وأن يكون من الهاتف كي لا يكون هناك تردد وصدى حتى نسمع السؤال جيدا. فضيلة، ترى الصوت ضعيف يا شيخ. نعم. عبد الكريم. طيب بارك الله فيك. زميلنا سعد السليم: هناك حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، هل نقول يا شيخنا الكريم في ظل العرش أم في ظل الله عز وجل؟ كما في الحديث على ظاهره، ظلهم الله في ظله، وفي بعض الأحاديث يظل عرشه، وكل حديث يورد على ما جاء نصه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عند الالتفات للسلام بالنسبة للإمام إذا سلم عن يمينه وعن يساره ما مقداره؟ نعم، الالتفات. نعم يا شيخ، الالتفات مقداره يعني أن يلتفت برقبته يمينا وشمالا حتى يرى بياض خده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إيذانا بانتهاء الصلاة. نعم. نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. لدي 3 أسئلة يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول: هل هناك أدعية مخصوصة يقولها المعتمر أثناء وجوده في المسجد الحرام؟ طيب يجاوب الشيخ. نعم، أعد السؤال. هل هناك أدعية مخصوصة يقولها المعتمر وهو في المسجد الحرام في الطواف وفي السعي؟ نعم، إذا وصل إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صلي وسلم على محمد. ثم إذا شرع في الطواف يدعو بما تيسر له من الأدعية
لدينه ودنياه ما تيسر له، وإن أخذ معه كتابا من الكتب الموثوقة فيها أدعية وقرأ منه فلا بأس، أو من غير المناسك، لو أخذ كتاب أدعية وهذه الأدعية صحيحة يدعو بها لا بأس بذلك. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، اللهم صل على رسول الله. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للدعاء في يوم الجمعة، في أي ساعة يستجاب الدعاء؟ كل يوم الجمعة يحتمل، الساعة دي مخفات في يوم الجمعة من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل اليوم، فيكتب له إدراك الساعة، ساعة الإجابة وزيادة، زيادة الأدعية، العمل الصالح لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث والأخير، ما معنى قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا؟ شكرا لك. نعم، آتنا في الدنيا حسنة من كل حسنة، من خيري الدنيا والآخرة، تسأل الله من كل خير في الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا يدخل فيها الرزق الحلال، ويدخل فيها الزوجة الصالحة، ويدخل فيها الكسب الطيب، وحسنة الآخرة هي الجنة، حسنة الآخرة هي الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عادل بأنني ولله الحمد أختم في الشهر مرتين، المرة الأولى لي، والمرة الثانية أهديها إلى والدي الميت. لا يا أخي، القراءة ما ورد إنه يهدى ثوابها للميت، القراءة أجرها للقارئ، ولا ورد أنها تهدى للميت. الذي ورد الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء، وما ورد الدليل به. وأما ما ذكرته من العمرة أنها تهدى للميت، لكن إذا نويت العمرة عن الميت، أحرمت عن الميت وأديت العمرة بنية أنها عن الميت، فإنه يصل ثوابها إليه، الحج والعمرة يصل ثوابهم وتدخلهما النيابة. نعم. أحسن الله إليكم. متصل معنا آخر، أبو صالح من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شيخ، بالنسبة لحكم المكاسرة في السعر بإلحاح من قبل المشتري، هل تجوز؟ اي نعم، تجوز المماكسة وهي طلب التنزيل في السعر من صاحبها، هذا شيء طيب. نعم. طيب شيخ، السؤال الثاني، الاستعاذة، هل الاستعاذة تشرع في كل ركعة أم يكتفى في الركعة الأولى؟ لا، الاستعاذة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح. نعم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، في الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. نعم، الحديث صحيح، والمسامحة معناها عدم التشدد والاستقصاء في طلب الحق أو طلب الدين أو طلب يعني يكون، وأيضا يخفض من السعر، ما يكون متشدد ويغلي السعر على المشتري، هذا من التسامح، فيتسامح في حد السعر، ويتسامح أيضا في الطلب، لا يضايق المدين أو الذي بذمته ثمن الشيء. نعم، بل يكون حسن الاقتضاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا أبو عبد الله يقول بأنني أعاني الحقيقة من انقباض في صدري، مع أنني أتردد كثيرا على المسجد ومحافظ على الفروض، ما الأسباب المعينة يا شيخ على الانشراح الصدر؟ نعم، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك بالإكثار من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، تلاوة القرآن، بهذا ينشرح صدرك إن شاء الله. نعم. يقول في فقرته الثانية، بيننا قطيعة من أجل
أموال ومن أجل ورث بيني وبين إخوتي وأخواتي. الآن نحن على بعد وعلى قطيعة منذ أكثر من 6 أشهر. أرجو من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح توجيه نصيحة لهم من هذا المنبر لعلهم يعودون إلى الحق. لا يجوز التهاجر بين المسلمين ولا سيما الأقارب، فإن هذا في قطيعة رحم، قطيعة الرحم من الكبائر. وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت تراجع معهم وحثهم على التراجع فيما بينهم والتسامح فيما بينهم وصلة الرحم فيما بينهم، ولا يبقون متقاطعين. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالوعيد شديد في هذا، وترفع الأعمال إلى الله كما في الحديث في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لأهلها إلا من بينهم قطيعة رحم، فيقول: أمهل هذين حتى يصطلحا. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم عبد الله: ما منزلة الصبر في الإسلام؟ فقد ابتليت أختي وفقدت ابنتها بالمرض الخطير، ثم لحق الابن الثاني بمرض آخر، وهي صابرة ومحتسبة ولكنها تبكي منذ 6 أشهر. البكاء لا يؤاخذ عليه، إنما الذي يؤاخذ عليه النياحة والكلام السيء والتحسر أو لطم الخدود أو شق الجيوب، هذا من أمور الجاهلية وهو الحرام. إنما أما البكاء، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم لما مات، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. والله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. عبد الله من أبها، تفضل يا عبد الله. عبد الله اقصر التلفزيون شوي. تفضل. طيب. تفضل. الو. تفضل. سمحت للشيخ. تفضل الشيخ صالح، تفضل. الله يحسن اليكم جميعا. يا شيخ اسالك عن التيمم، الله يوفقك. نعم. انا اصبحت معاك يعني ما امشي من ركبي للحمام كرمك الله، وعمري ثقيل واخشى اني اطيح، فاتيمم من هنا اخشى. طيب، شكرا. الصوت ضعيف، ما ولا عرفت السؤال. يقول فضيلة الشيخ بأنه معاق ويجد مشقة للتردد على دورات المياه، هل له أن يتيمم فضيلة الشيخ وصفته؟ نعم، إذا كان فيه مشقة شديدة فإنه يتيمم. والله المريض له أن يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمريض إذا كان يشق عليه التطهر بالماء فإنه يتيمم، والحمد لله. نعم. يقول الشيخ في الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يكون التعاون إذا كان شخص من أهل البيت مشاغب ولا يقوم بأوامر الله؟ كيف نتعامل معه مع أن أهل البيت جميعهم متعاونون؟ التعاون مع هذا بأمره بطاعة الله ونهيه عن المعصية، هذا إعانة له لعله يتوب، هذا أعظم الإعانة له. ولا يترك
ويهجر بدون أنه ينصح ويبين له لعله يتوب، وهذا هم من التعاون على البر والتقوى. نعم. أرسل سائل أبو كريم هذا السؤال، مصري ومقيم بالرياض، يقول: ما الحكمة يا شيخ صالح من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ نعم، يقول: ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء؟ نعم، الحكمة إثبات هذا عليهم لئلا ينكروا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا فيه إقامة للحجة على هذا العبد الذي أحسن أو أساء، هذا يحفظ عليه في كتابه. نعم. محمد من جدة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يسعد مساكم طال عمرك يا أخي. لا الله. نعم نسمعك، تفضل يا أخي. يا أخي أنا وأخوي تطلبنا وحلفت أني ما أطب بيتك ولا ناخذ الحق منك ولا أكون زنوة ولا الزنوة، وإيش حكم هذه؟ بارك استغفر الله. لا يا أخي لا تبقى على هذا، كفر عن يمينك وصل أخاك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وأخوك أولى بهذا، فعليك أن تكفر عن يمينك وأن تواصل أخاك وتتسامح معه، ولك الأجر في ذلك يا أخي. نعم. شيخ صالح، لعل هؤلاء يعني الأسر بينهم هذا التشاحن وهذا الاختلاف، بماذا يوجهون حول هذا الموضوع يا شيخ؟ كما ذكرنا عليهم أن يتسامحوا فيما بينهم وأن يتركوا القطيعة، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، عليهم أن يتصالحوا فيما بينهم ويبادروا بذلك، ويعود بعضهم على بعض في الصلة والمحبة. نعم. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ وإذا لم يثبت ذلك فما صحة صلاة من يفعل ذلك؟ الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبض الشمال بكف الشمال بالكف اليمين ووضعهما تحت صدره، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يركع. نعم. من هذا الحجر الأسود وكذلك من صعد الصفا، ماذا يقول على الصفا والمروة؟ إذا حاذ الحجر الأسود يكبر وهو يطوف، وإذا صعد على الصفا والمروة وهو يسعى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. نعم. فهد من الرياض، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ أحسن الله عملك، في عندنا مؤذن في المسجد ما يجي يؤذن، يجي بس إلى يقيم الصلاة، اللي يؤذن غيرها ويقيم الصلاة، وإيش عليه هذا يعني؟ هل 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 الراتب هل هو يأخذ حلال؟ ما أتوقع إني. شكرا يعني. شكرا. إذا كان له عذر ووكل أحد يؤذن عنه فلا بأس، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له هذا، يقوم بالأذان هو، لأنه وكل إليه فيقوم بالأذان هو إلا من عذر، إذا عرض له عذر فإنه يوكل من يؤذن عنه، والسنة أن الذي أذن هو الذي يقيم، ما يقيم غيره. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أيضا له سؤال آخر، وقد سأل عن أحد الكتب، يقول أيضا: كتاب الوابل الطيب يا شيخ،
نعم هذا لابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، هذا لابن القيم أدعية وأذكار، وهو كتاب جيد. نعم. الأخت أم عبد الله تقول: الاكتفاء بسورة الفاتحة عند قراءة هذه السورة في الصلاة هل تجزي أم لا بد من سورة أخرى؟ الركن قراءة الفاتحة الذي لا بد منه، أما قراءة ما تيسر بعدها من القرآن هذا سنة وهو أكمل. نعم. شخص يا شيخ يدعو بعد الفراغ من الصلاة ويقول: اللهم أنت السلام. شخص يدعو بعد الفراغ من الصلاة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. نعم الوارد: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا الذي أعرف أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: أختي توفيت وعمرها 35 سنة وقد تركت بعض المال ولم تحج، فهل نحجج من مبلغها هذا؟ نعم، إذا كانت ما حجت حجة الإسلام فإنها يخرج من تركتها قدر ما يحج به عنها، لأن هذا دين في ذمتها لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما العبرة التي نستخلصها من مرور الأيام والشهور والسنوات والعبرة في ذلك؟ الله جعل مرور الأيام والشهور لحكم عظيمة، منها أن المسلم يعبد الله في هذه الأوقات ويستغلها بطاعة الله عز وجل، ومنها أنه يعتبر بسرعة مرور الليل والنهار ويعتبر بهذا، وأن الدنيا كلها على هذا النمط أنها تمر وتزول، فيتذكر بذلك سرعة زوال الدنيا وسرعة عمره، فيتوب إلى الله عز وجل ويستدرك وقته. نعم. تفضل يا عبد الله من الدوادمي معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك. تفضل. امرأة في الشهر التاسع من الحمل وجاها النزيف يتقطع يعني قبل الولادة في الشهر التاسع في رمضان الفائت، هذا أخذت يعني 15 فيه وولدت قبل أن تضع إياها في 15 يوم، وكانت تصلي فيها يعني تطهر وتصلي ويجيها بعض الأيام دم شوي ينزل منها دم خفيف قبل الولادة في الشهر التاسع، فهل صومها صحيح وصلاتها وصومها؟ شكرا. إذا كان الحمل فيها في بطنها فإنها لا تحيض، هذا الدم يعتبر نزيفا، وإذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين فهو من النفاس، وأما إذا كان على ما ذكرت أيام كثيرة قبل الولادة فهذه لا أثر لها في الصوم، تصوم وتصلي لأنها نزيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ أنا من سكان مكة وأعمل بالمدينة النبوية، وإن شاء الله ناوي الحج العام القادم حج تمتع، وسوف أبقى في المدينة المنورة إلى اليوم الأول من ذي الحجة، وسؤالي: من أين أحرم، من مكة أو المدينة؟ تحرم من المدينة، إذا مشيت من المدينة تحرم من ذي الحليفة أبيار علي، ولا تتعداها إلا وأنت محرم بالعمرة التي تريد أن تتمتع بها إلى الحج، ولا تؤخر الإحرام إلى مكة أو إلى ما دون مكة. قال صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا سائل يقول شيخ ما الأسباب المعينة على الخوف من الله؟ يتذكر الإنسان ويقرأ القرآن الذي فيه الوعيد على الذنوب والمعاصي فيخاف من الله عز وجل، لأن ذلك يذكره، ينظر في الحوادث وما يحدث، هذا يذكره أيضا في توبة إلى الله عز وجل والخوف من الله. نعم. نختم هذا اللقاء يا شيخ بسؤال وردنا قبل قليل، يقول بعض الناس يقصر في إعطاء الحقوق لعماله أو خدمه فنراه يماطل ويتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، فيجب على صاحب العمل أن يعطي الأجير أجرته ويبادر بذلك ولا يماطل به أو يمنع عنه حقه، هذا حرام عليه. نعم. زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري يرى أن هذه الحلقة قد انتهى وقتها، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد والزميل يزيد بن محمد الماضي، كما أشكر الفنيين والمخرجين وجميع الذين شاركوا في إعداد هذه الحلقة. نلقاكم على خير والسلام إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.